خيارات عدة تحدث عنها مسؤولون أمريكيون عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، شملت شكل الحكم فيه أو إدارته حسب ما نقلت صحيفة بوليتيكو. من بين الخيارات التي اقترحتها وزارة الدفاع الأمريكية هو المساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، من دون أن يشمل ذلك وجود قوات أمريكية على الأرض. التمويل الذي ستقدمه وزارة الدفاع سيتوجه نحو احتياجات قوات الأمن، وبموجب الخطط الأولية فإن المساعدات هذه يمكن أن يتم استخدامها في إعادة الإعمار. وفقاً للصحيفة فإن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهراً قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها بشكل رسمي على أي خطة، خصوصاً أن دول المنطقة تريد التزاماً بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في أي خيارات أو مقترحات.